مشي مع العرفج هو استكمال لابتهاج العرفج بتحقيق الهلال لكأس آسيا، ولذلك المشي جاء هذه المرة مع اللاعب الكبير الدولي السابق ولاعب الهلال والوحدة الكابتن أسامة هوساوي. خلونا نشوف ايش قال في المشي مع العرفج. يا جماعة المشي خير وبركة، شوفهم من يمشي معي الكابتن البطل صاحب الأندية الكثيرة وصاحب المنتخب أيضا أسامة هوساوي. سيدي أسامة كيفك حبيبي؟ شرفنا فيك وفرصة جميلة حبيبي. الآن الناس تسأل إيش علاقتك في المشي؟ والله شوف، إحنا تعرف طول عمرنا وإيش نجري في الملاعب، ما كنا نحتاج المشي، بس دحين أكيد بعد الاعتزال والراحة يعني الجلسة بتكثر، أكيد الواحد يحتاج للرياضة. يعني أقل شيء الواحد يمشي، إذا ما يمديك يعني تروح الجيم أو ما يمديك يعني عندك لعبة معينة تلعبها كل يوم. يعني الكسول على الأقل يمشي. طيب فوائد يعني. طيب خلينا نبتعد عن المشي شوي، قلبك أخضر ولا أزرق؟ قلبي أحمر. أنا وحداوي؟ أكيد، إحنا المنشأ فين؟ ها أنا عارف، لا ما نسيت مكة المكرمة. كيف إحنا الوحدة وحدتنا والفوز عدتنا. بالعكس تشرفت، لعبت في الهلال والأهلي، حققت معهم إنجازات جميلة، وسعيد يعني بالتجربتين الجميلة، وأكيد قبل كل شيء سعيد بخدمة بلدي. يا سلام عليك. طيب بالنسبة لهالدوري هالسنة يعني كذا أبغاك تتكهن، أنا أدري أنه ما في أرقام ولا في حقائق. والله تعلمنا الكورة أنه يعني لا تحكم لين صفر الحكم، بعد صفر الحكم اللي فاز بارك له. صعب صعب يعني، اصلا الدوري ما بدا اصلا. يعني ما تقدر تحكم. ما شد حيله الدوري لسه. بعد اللي بدا الدوري بعد 5-6 جولات اكيد الرؤيه تتضح اكثر يعني للمشاهد والمتابع. طيب توعدني نمشي دائما يا كابتن؟ اكيد. خلاص؟ لا وعد، وان شاء الله حتى اللي متابعينك ويعدونا انهم يمشوا. خلاص يا سيدي، شكرا. المشي فوائد كثير. شكرا يا كابتن، الله يحفظك، مع السلامه. شكرا للكابتن أسامة هوساوي وتعليقك. وأنا والله أثني أسامة صديق عزيز طبعا، للأمانة نمشي أنا وياه دائما. فقط هي رسالة للهلاليين أقول، وأنتم تعيشون الأفراح الله يديمها عليكم، لا تنسوا مثل هذا الرجل، قائمة طويلة من اللي خدموا الهلال. ما طبعا ما تقدر تسوي لهم حفل اعتزال، لكن إذا في حفلة كبيرة من اللي بتسوونها في النادي ولا كذا، اعزموا قدام الهلاليين، محبي الهلال، لاعبي الهلال، بالذات أسامة. أسامة ترى يمكن انت هلالي تذكر كم بطولة حققها مع الهلال، وكان انا حيادي. لا بس مميز. لا بس مميز، هو ما كان مميز في خط جداً الدفاع جدا. أيه كان اذا ابو كلبشة ابو كلبشة كان اذا غاب الحقيقة تشعر انه غايب. ترى بعض الناس يعني اذا غاب ما حد سأل عنه، واذا حضر لا يلفت النظر. هو ما شاء الله يعني، وغير انه اخلاقه والتاريخ الاخلاقي حقيقه لاسامه. نعم هوساوي. نعم اسامه لم يدخل في مناوشات ولم ياخذ كروت حمراء بكثره ولا شيء، كان دائما لاعب يميل للسلام، حتى هو في جلسته رجل راقي وهادي، لا يتكلم الا همس ولا يتكلم اذا سالته. جميل. وعلى طاري الاحتفالات، يعني غدا الاحتفال الكبير ببطل آسيا الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه في البوليفارد على مسرح فنان العرب محمد عبده. فاصل أخير ونلقاكم في سيرة وتر.